إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تاهو 2015 الصيانة إن شاء الله كاملة، ونبدأ إن شاء الله اليوم بأول مرحلة في الصيانة اللي هو تغيير السوائل مع تركيب المبرد. فعندي هنا إن شاء الله عندنا اليوم تغيير زيت الجير كامل مع الطنجرة، هذا زيت الجير من لوكس، ومعالج الجير من لوكس، وهذا فلتر الجير مع تركيب البرد لأربعين ألف وحدة. طبعا ما في بقلب البلف لأن البلف مقلوب، فبدل قلب البلف راح إن شاء الله نغير زيت الدفرنس عشان يكون اليوم موضوعنا كله أو الصيانة عندنا اليوم كلها تخص اللي هو تغيير السوائل. تغيير السوائل، فاول طبعا السيارة ما شاء الله ماشي 117 ألف، رجل ما شاء الله مهتم ومنتظم في تغيير السوائل وفي الصيانة الدورية بشكل عام، فالله يبارك له ويعطيه خيرها ويكفيك شرها. فاول شيء راح الان ننزل زيت الجير عن طريق الكرتير، وبعدها نبدا بالاجراءات حسب التسلسل. الان ان شاء الله راح نفك مسامير الكرتير ونغير الفلتر. فكينا الكرتير، الحين راح نفك الفلتر. ما شاء الله الزيت نظيف، لأنه راعي ما شاء الله تبارك الله مهتم. وهذا عندي كرتير مع المغناطيس على الوجه، راح إن شاء الله نغسله نظيف، بعدين راح أركب الفلتر الجديد ونكمل الإجراءات. هذا كرتير والوجه بعد التنظيف والمغناطيس. وهذا الفلتر الجديد وهذا القديم. وهذا الفلتر بعد التركيب، فلتر الجديد. ركبنا مسامير الكرتير، راح نعبي الزيت. الان المرحلة هاي الثانية حق تعبئة الزيت الجديدة اللي بعد ما وضعنا الفلتر او غيرنا الفلتر الجديد ونظفنا الكرتير، يكون لان الزيت الجديد راح يكون تنظيف خاص للطنجرة، لانه لما نعبي زيت ونشغل يصير عملية تنظيف الطنجرة عبريها عن طريق الدفع. الزيت اللي في الجير يروح على الطنجرة، واللي بالطنجرة راح يكون عندي يروح على الجالون قبل يرجع للجير. الطنجرة تاخذ الكمية اللي تحتاجها، بعدها الزيت يقطع. لما يقطع الزيت راح نطفي، يصير زيت خلاص الطنجرة أخذت كمية اللي يحتاجها، وبعدها راح نعبي الزيت المعايرة خاص بالكرتير. طبعا أنا عندي الخيار الثاني، بما أني بركب المبرد طبعا أقدر لنا برضو نضيف زيت الطنجرة وبعدها راح نركب المبرد وراح نحط زيت المعايرة، لكن الآن أنا عندي الخيار الثاني إني أفك الحماية هذه أو البطانة العلوية، راح أفك الشوك بدون ما أفك الصدام وأجهز تركيب المبرد. ويصير انا بدل ما افرغ الزيت عن طريق الهوز اللي عندي هنا او الماسوره اللي عندي هنا، طبعا هذا خط الراجع لانه خط الزيت جاي من الماسوره هذه اللي عن طريق طبة الراديتر جاي من الجير على الماسوره السفليه هذه وراح على طبة الراديتر، طبعا هنا عن طريق طبة الراديتر ورايح على المبرد حقت الوكاله، وهناك خط الراجع. انا الان قبل ما يكون على خط الراجع عندي خيارين، طبعا اقدر افرغ الزيت عن طريق الهوز اللي هناك، او اني انا اجهز الان المبرد وافرغ الهوز والزيت عن طريق الماسوره اللي عندي هنا السفليه اللي في اسفل الطبه. كل الطرق تؤدي الى نفس الوظيفه. فانا الان عشان اجهز المبرد وبعدها راح ابدا في تنظيف زيت الطنجره. طبعا عندي هنا الكليبسات
راح نفكها جميعها. وهذا عندي المفك الخاص بالكليبسات اللي بهذا الشكل. راح نكمل بقية الكليبسات ونصور. هذا البطالة مع الكليبسات كاملة. وهذا عندي الآن راح نفك المسامير العشرة اللي عندي هنا. بعدها راح نفك المسامير رقم 7 منها 3 مسامير هنا في الجنب ونفس الشيء برضو هنا. وبعدها راح نفك الكليبسات الداخلية واحد ورا واحد حتى تطلع الشبكة بالكامل. طبعا الصدام او الشبك سبق فكه، والدليل عندي هنا في 3 مسامير جانبية رقم 7 وهنا في 3 مسامير جانبية رقم 7. لاحظوا كم موجود عندي هنا؟ عندي هنا واحد، هذا واحد اللي هنا ما هو موجود. لاحظوا هذا هنا هو موجود، العلوي موجود. يعني عندي هنا 2 جنب، وهذا برضه عند الكليبس مفكوك ما هو مكانه حق تثبيت الظفيرة. وأيضا نفس الشيء هنا. أيضا لاحظوا عندي هنا جهة اليسار أو جهة الراكب عند المسمار السفلي موجود، اللي في المنتصف ما هو موجود. طبعا ما منه مشكلة، بس عشان أبين إنه هذه الأشياء صارت قبل، يعني ما هو عندي. هذا مسمار العلوي اللي هنا ما هو موجود المسمار. وحتى من آثار الجريمة سكروب قديم. طبعا دائما تصير مع أغلب الميكانيكيين شطحات، ينسى مفك، ينسى مسمار، ينسى شيء. فهذه لصاحب السيارة. فكين المسامير العلوية، فكين المسامير الجانبية، فكين الكليبسات الجانبية. هذا الحين عندي الراديتر المكيف والبرد حق الوكالة مفتوح عندي هنا بدون الفك الصدام. وهذا عندي هنا الشبكة بعد الفك. هنا عندي المسامير حق الشبك. وهذا عندي هنا الكليبسات. وهذا برضه المسامير الجانبية. الحين راح ان شاء الله افك الماسور اللي عندي هنا. افك القفلة هذه في التيلة هنا. وراح برضه افك الماسورة السفلية اللي في البطانة. اللي هي هذه. فصلنا الماسورة اللي هنا ورجعنا التيلة حقت الماسورة في مكانها. وراح نسوي لها سدادة بالسيليكون عشان نقفل المجرى. بس الماسورة الآن اللي طلعناها لاحظوا جهزناها للمبرد، جهزناها لليات التبريد. هذا الآن جهة اليمين. جهة اليسار اللي هي الطب السفلية فكيت الهوز الأسفل لاحظوا هنا، وبرضو نظفنا الزيت اللي جاي من المبرد وعلى الطبة. نظفنا من الزيت عشان بعدين لما نقفل ما يكون فيه تهريب. الحين برضو راح نقفل الفتحة هذه. الماسورة هذه اللي فكيناها الآن راح نركب عليها هوز مباشرة على المبرد، وبدون الحاجة لا قص ولا تعديل ولا توليف. هذه راح نقفلها الآن. أيضا برضو رجعنا القفلة أو التيلة حقتها في مكانها حقت الماسورة، عشان لو بيرجع نظام زي ما كان كل شيء موجود وراه. الآن عندي دور التركيب المبرد أو رقم التركيب 40000 وحدة. هذه مكوناته: هوز، كتالوج، قواعد مسامير التركيب والمواسير. والمبرد. مبرد ال 40000 وحدة. ويجيك مكتوب عليه هنا كندي. طبعا عندك الكندي وعندك اليوستارد المكسيكي وعندك برضه حتى الاوكسيد، الاكسيد الصيني. مبرد محترم. الاكسيد برضه مبرد محترم وسعره معقول، لكن يفضل انك تغير الهوز وهوز اصلي فقط. في الاكسيد الفرق عنه صح انه جودة التراكول بحكم انه سعره
وجوده من يمكن اول ما في الوجود من الافضل المبردات اللي هو يتركون، يجي بعدها اليو ستارد والاكسيد ما عليهم اي مشاكل، ويبقى في النهايه كل المبردات والريديترات حتى اللي جاي من شركه صانعه لها عمر افتراضي محدود. كفلنا البرد القديم بهذا الشكل، طلعنا الماسورة حطينا فيها هوز بدون تقطيع ولا شيء على ماسورة الوكالة، وركبناها على المبرد، وهذا عنده المبرد الآن مثبت في أسفل القواعد من أسفل من أعلى نفس الشيء برضه هنا. وركبت الهوز برضو في الماسورة اللي جاي من الجير مباشرة، والغينا طبة الريديتر. لاحظوا الآن عندنا الماسورة ركبنا عليها هوز، بعد ما فكيناها من الطبة قفلناها، صار عندي طبة الريديتر ملغية عشان اتجنب اي خلط مستقبلا بسبب البرد داخل الريديتر المحرك. وايضا هذا الشيء موجود ومطبق حتى من الصانع في موديل 2007 او 17 او 18 وطالع، تيجي من المصنع بدون التبريد عن طريق طبة الريديتر. فالآن نفس الشيء، خلينا الآن تبريد زيت الجير مباشرة من الماسورة اللي جاي من الجير رايحة على المبرد. بس الآن قبل لا ركب الهوز طبعا جبناه هنا بدون أي ضغط أو شيء، الهوز بكل أريحية رايح جاي. فالآن بس قبل أركب الهوز راح أعبي لان زيت، ويصير هذا عندي الخط الراجع للتفريغ قبل أركب المبرد. ركبنا القواعد، حطينا سيليكون، طبعا تحط السيليكون تحط التيب حق المواسير السباكة كله ينفع، بس انا افضل السيليكون لانه راح يمسك جهاز الماسور اللي هنا، جهاز الروس اللي هنا. انا حط هذا الان، بس ما قاعد عندي الا بس نعبي زيت عشان نفرغ زيت او نظف زيت الطنجرة، وبعدها راح نركب الهوز مباشرة على المبرد ونعبي زيت المعايرة. طبعا راح نعبي زيت 8 لتر، انا عندي الان هنا 8 علب ناقص من كل علبة 54 ملي. العلبة هنا لاحظوا عندنا لتر إلا 54 ملي. طيب عندي هنا 8 علب، يصير ناقص عندي هنا حدود من 8 علب حدود 400 شوي، فحطيت نص من التاسعة، صار عندي في كل علبة زودت عليها 50 ملي، صار عندي 8 لتر بالكامل. طبعا الزيت هذا لوكس ATF، عشان تعرفون بس انه زيت ATF اغلبه ينطبق على اغلب الشركات. عندك هنا دريكسون او دكسرون F حق الـ AGM، وعندك هنا موركون الـ SB والـ LV اللي هو حق موتوكرافت، وعندك هنا حق تايوتا WS، يعني ينطبق على اغلب السيارات. فلما حط انا موتوكرافت على حق تايوتا فما عندي إشكالية، زي ما أنا سويت في الكامري مركب عليها الموتور كرافت، أغلب زيوت الـ ATF ملبي للمواصفات نفس بعض. فهذا عندك زيت لوكس يركب على جميع أو أغلب السيارات اللي فيها غير ATF. العمر راح نحط الزيت، الآن نشغل إن شاء الله السيارة ونفرغ الزيت في الجالون هذا. هذا الآن خط الراجع، الآن الطنجرة تأخذ الكمية اللي تحتاجها، الزيت راح يطلع. تلاحظون الآن كيف تغير الزيت إلى الأفضل أو يطلع معي الزيت زي ما وضعناه جديد. ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله تبارك الله. الحين ركبنا الهوز اللي جاي من الجير مباشرة على المبرد، من البرد يطلع عندي الهوز الآن ونروح على الجير. الآن عندي كده إن شاء الله المبرد ولية التبريد جاهزة، بس الآن نعبي زيت المعايرة يكون كده انتهينا إن شاء الله. طبعا الآن حطينا زيت المعايرة 4 علب ناقص من كل علبة 450 ملي. عندي هنا المعالج 700 ملي، حطينا منها 200 ملي وزعناها على 4 علب، صار عندي 4.5 لتر. 4.5 لتر وعندي برضه هنا نص، الآن صار عندي الآن 5 لتر. 5 لتر وعندي برضه لتر موجود في أسفل الكرتير، يصير الآن الإجمالي كله إن شاء الله 6 لتر. راح نشغل بعدين نعاير الزيت. ما شاء الله قوة الله، هذا التركيب النهائي، لا عندي تهريب ولا شيء. والناس اللي بعض يقول لك تركب عازل ما عازل كلام فاضي، اغلب شركات السيارات الكورية واليابانية ليات الجير ما عليه اي عازل وتعيش سنين، فايش اللي بيضر؟ زيت الجير ضغط عادي، لا يحتاج لا ليات الستيل ولا يحتاج الى عازل. فعندي هنا الان ما في اي تهريب، هنا ما في اي تهريب، ايضا عندي هنا ما في اي تهريب، ما شاء الله تبارك الله، ولا حتى عندي هنا في اي تهريب. الحين راح نركب ان شاء الله الشبك ونركب البطارة. ركبنا المسامير رقم 7 السفري وهذا العلوي، ركبنا الضفيرة، عندي جهة السواق، مسمار السفلي، مسمار العلوي. الآن ركب المسامير العلوية فيكون كده انتهينا إن شاء الله من تركيب الشبك. ركبنا جميع المسامير، تم معايرة الزيت وما شاء الله تبارك الله على كلمة هوت بالملي، وبالذات على حرف او، يعني الزيت اللي أنا عندي ما شاء الله تبارك الله تمام. طب الحين أنا بدل ما غير زيت الدفرنس، لأنه للأسف المعالج أنا ما اقتنعت منه، لأن المعالج يبدو لي حق الدفرنسات العادية. الدفرنس اللي عندي هنا نظام لمدة سلب، يعني كلتشات داخلية، يعني دفلك الداخلي، فما راح نغير زيت الجير أو الدفرنس عفوا اليوم، لنجيب المعالج. الحين راح إن شاء الله المرحلة الثانية، عندي لو تنظيف البوابة وحساس الهواء مع البرمجة وتنظيف بلف التبخير. الحين إن شاء الله نجرب التعشيقات. طبعا في الدي يعتبر رقم واحد، في الدي يعتبر رقم واحد. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، 6 تغييرات كلها غيرها بشكل طبيعي. الله يعطيه خيره ويكفيك شره. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.